بينه وبين ربه يحب أن يعظم الله. والإنسان فليعلم أن حب أن يعظم الله من أعظم القربات إلى الله. الله عز وجل لما نزل قول الله فسبح باسم ربك العظيم أنزلها الله، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوع. والركوع موضع موطن في الصلاة يعظم فيه الرب، قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب. فمن وسائل القربى منه جل ذكره أن يحب العبد أن يعظم رب. وقد لا يفطر عليه العبد عبد باب في هذا، يفطر عليه في غيره. والمراقي والمباركون لا يأتيك أحد فينظر للجانب السيء منك إن وجد، ويحبطك ويقلل من شأنك ويجعلك تيأس من رحمة ربك. فإن هذا الذي يحدثك يكلمك تخفى عليه حياتك ولا يدري عن مواضع وطرائق أنت تتقرب بها إلى الله. وكون الإنسان يحصل على الكل وإن كان مطلب وغاية إلا أنه محال، هذا شيء اصطفائي يناله الكبار جدا مثل أبي بكر. قال يا رسول الله، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام رجل يدعى من باب الجهاد ورجل يدعى من باب الصلاة ورجل يدعى من باب الصدقة، قال هل على عبد أن يدخل من تلك الأبواب من شيء؟ قال لا، وأنت منهم يا أبا بكر. ليس المقصود أن يأسوا الناس، لكن المقصود لا يأتيك أحد في نزعة خير فيك وقد رأى لك موقفا أو موضعا أو حالة فييأسك من ذلك الخير الذي أنت تحليت به. واعلم أن رحمة الله وسعت كل شيء، وأن باب التوبة مفتوح، وأن الله يحب من عبده أن ينكسر بين يديه، وأن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. وكم من عبد تعثر أيما تعثر في حياته الأول، لكن سريرة ما في قلبه ونية صالحة في فؤاده وإقبالا وحلانا حلاء من الله مكنون في طيات قلبه ختم الله له بخير. عبد الله بن أبي الصرح رضي الله عنه أرضاه أسلم وكان يحسن الكتابة، فاتخذه النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي. وهنا ينبغي أن تتأمل هذا جيدا، فكان يكتب الوحي. فلما نزلت آيات سورة المؤمنين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أخذ النبي يأخذها عن جبريل ويمنيها على عبد الله وهو يكتب، والرسول يكتب الآيات على عبد الله وهو يكتب، حتى وصل إلى قول الله ثم أنشأناه خلقا آخر فكتبها. فلما كتبها قال قبل أن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، قال فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت فكتبها. فدخله العجب في نفسه وقال إن كان محمد يوحى إليه فأنا يوحى إليه، وإن كان محمد يكذب فأنا أكذب مثل محمد. وارتد عن الدين، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمعه. فلما كان عام الفتح جاء عثمان بن عفان وبينه وبين عثمان قرابة، وعثمان حليم، فأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعطيه النبي الأمان. فلما دخل وأخذ عثمان ينشد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمن عبد الله، تأخر عليه الصلاة والسلام أبطأ، يرغب أن أحدا من أصحابه يقوم ويضرب عنقه. والصحابة كانوا ينتظرون أمرا والنبي لم يأمر، حياء من عثمان. تلك اللحظات بقي فيها عبد الله حيا حتى أعطاه النبي الأمان إجلالا لعثمان فخرج. فلما خرج قال عليه الصلاة والسلام أما قام منكم من أحد يضرب عنقه؟ قالوا يا رسول الله هل لا أشرت إلينا؟ قال إنه لا ينبغي للنبي أن يكون له خائنة الأعين. ثم مرت سنون ومات عليه الصلاة والسلام وحسن إسلام عبد الله. فلما جاءت معركة صفين بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما تجنب الفتن كلها وانزوى، ثم سكن الشام وقيل فلسطين وكلها من الشام. ثم إنه كان يسأل الله أن يختم له وهو يصلي،
فصلى بالناس صلاة الفجر، قرأ في الأولى والعاديات، ولم يذكر الراوي ماذا قرأ في الركعة الثانية، ثم صلى، ثم قبل أن يسلم بمعنى سجد سجدتين وجلس للتشهد الأخير في الفريضة بصلاة الفجر، قبل أن يسلم قبض طوله. فالآن انظر كيف كان حاله، ثم انظر كيف انتكس، ثم انظر كيف عاد.